بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وها نحن نتواجد في التغطية الإعلامية بجانب قبة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هذا العام كان عاما ملفتا للانتباه بتوافد الزوار من مختلف بلدان العالم لأداء زيارة الأربعين، وكذلك لا ننسى الجهود المباركة لأصحاب المواكب والهيئات الحسينية الذين بذلوا كل ما يملكون لخدمة سيد الشهداء. لذلك من هذا المكان المقدس والمشهد المعظم سننقل لكم مشاهد حية لا توصف داخل مدينة كربلاء المقدسة. خليكم ويانا، وهذه التغطية الإعلامية الحية ضمن القنوات المباركة وكذلك الإذاعات، الهدف منها توضيح الصورة أمام العالم أن العراقيين كرمهم لا يوصف، كرم العراقيين لا يوصف، من ناحية بذلوا ما يملكون لخدمة الشعيرة الحسينية وأربعينية الإمام الحسين، وكذلك زوار أربعينية الإمام الحسين السائرين مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة. طبعا جهود مباركة طيلة الأيام الماضية ساهمت بتأمين وصول الزائرين إلى هذه المناطق. هناك معلومات أخرى مؤكدة أن هناك أعداد كبيرة وصلت من الزائرين من مختلف بلدان العالم، كان تكون السعودية وقطر وكذلك البحرين ولبنان وإيران وسلطنة عمان والعديد العديد من الدول التي جاءت إلى العراق للمشاركة بهذه الزيارة المليونية. من هذا المكان وبجانب قبة سيد الشهداء نسأل الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأن يحفظ قواتنا الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي المقدس الذين ساهموا بتأمين المناطق والآن يساهمون بخدمة الزوار. خليكم ويانا، وهذه التغطية الإعلامية من هذا الصحن المبارك وبالتحديد بجانب قبة سيدي ومولاي الإمام الحسين والحشود المليونية السائرين لزيارة أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
إذن سادة المتابعين في كل مكان، نقلنا لكم الأجواء الحسينية من داخل وخارج وبجانب قبة سيد الشهداء الإمام الحسين. طبعا الأجواء لا توصف والصورة تتكلم، لا نستطيع أن نعبر بهذه الكلمات البسيطة والدقائق التي مضت في هذه التغطية الإعلامية. طبعا الكل يخدم في هذه المدينة المباركة، وكذلك المواكب كان لها دور كبير، لا ننسى دور الإعلام الذي ساهم في نقل الشعائر الحسينية عبر هذه الكاميرات والأقمار الصناعية. أيام متواصلة كانت هنالك تغطيات لنقل الشعائر الحسينية، بدءا من البصرة الفيحاء وصولا إلى كربلاء المقدسة وكذلك بقية المحافظات العراقية. اليوم كانت هنا في هذا المكان المقدس، حاولنا نسلط الأضواء على دور الشعائر الحسينية وكذلك المبادئ والقيم التي ساهم محبو آل البيت عليهم السلام بالمواصلة والبقاء والاستذكار لهذه المبادئ. طبعا أجواء لا توصف، مشاعر كبيرة، خدمة عظيمة، وإن شاء الله وفقنا في هذه التغطية الإعلامية الحصرية في هذا المكان المقدس لمدينة كربلاء المقدسة، وبجانب قبة سيد الشهداء وبجانب قبة الإمام أبي الفضل العباس عليه السلام. هذه تحياتي، محدثكم في الإعداد والتقديم حسين العتابي، وكذلك المصورين المبدعين خلف الكواليس كريم البعاج وزين العابدين المكسوسي، إلى أن نتواصل بتغطيات أخرى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. هذه لكم مني سلام الله جميعا، وإن شاء الله مأجورين وموفقين لهذه الخدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.